استعرضت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود غرف الأعمال بالمحافظات لمواجهة وإدارة الأزمات والاستعداد لها قبل وقوعها. وأضافت والي خلال الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر الذي حضره رئيس الحكومة وعدد من المحافظين أن هناك قاعدة بيانات للمتدربين على مواجهة الأزمات والكوارث سواء من العاملين أو المتطوعين. من جانبه قال اللواء علي هريدي رئيس إدارة الأزمات إن هناك خطط قومية عديدة لمواجهة الأزمات، منها خطة لمواجهة السيول وأخرى للوقاية من إنفلونزا الطيور والخنازير. دكتورة أنسة، برأيك هل تأخرنا كثيرا كدولة مؤسسات في تشكيل تلك اللجنة لإدارة الأزمات بدلا من العشوائية التي نجدها في تعامل الحكومة مع، أم أن هذه الخطط سوف تظل مجرد حبر على ورق؟ لا بصي، أنا منذ سنوات بعيدة من قبل الثورة وهناك لجان للأزمات، كان في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئيس الوزراء، وهناك ناس بتتحدث كتير في الوزارات وفي مركز المعلومات وفي المحافظات عن مراكز إدارة الأزمات، لكن محدش شايف هو فين، ما معناه الكتيب بتاع إدارة الأزمات ده. إذن لماذا نفاجأ بالأزمات عندما تحدث؟ هل مثلا الأزمات دي مصنفة فلها دليل كده بتقول لما تحصل أزمة حادثة يحصل 1 2 3 4، لما حاجة مائية أو بعد الشر فيضان؟ أو أنا رأيي إن آفتنا في الإدارة المصرية هو تكرار نفس العمل وكأنه شيء جديد مرة أخرى، وتلاقي جميع الوزراء حاضرين ورئيس الوزراء حاضر والمحافظين. إذن اللي كان قبل كده ده هل ألقينا بيه في البحر، ولا نوحد المسألة علشان كمان الناس تبقى مطمئنة وعارفة إن في حالة الأزمة بيبلغ كذا؟ ثانيا، في حاجة اسمها نظام الإنذار المبكر، حتى في الأزمات الطائفية كان بيقترح زمان إن في شواهد على قرب حدوث أزمة أيا كان نوعها لازم نبقى مستعدين، لكن تكرار اللجان وتكرار نفس الدعوات إهدار وقت، زي ما بيقولوا أسمع ضجيجا ولكن لا أرى طحنا. فمفروض نبقى أكثر صرامة مع نفسنا في المسائل دي.